السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلم كل مصري. حلم كل مصري أنه يلاقي بلده أفضل بلد في العالم. حلم كل مصري أنه يعيش في بلد فيها أنواع الرفاهية اللي بيحلم بيها أي حد في الدنيا. حلم كل مصري أنه يلاقي تعليم وصحة. حلم كل مصري أنه يفتخر أنه مصري. النهاردة هنناقش قضية لمواطن مصري، راجل صعيدي جدع، بدأ من الصفر، بنى نفسه بنفسه، جه من الصعيد لمدينة النوبارية وبنى مسيرة نجاح على مدار أكتر من 25 أو 26 سنة. المواطن المصري البسيط اللي بدأ حياته من تحت الصفر ووصل النهاردة لقمة النجاح الشخصي من وجهة نظري، لواحد في ظروفه والواحد بدأ لوحده ونجح يوصل وقدر يوصل لجزء كبير من النجاح اللي هو فيه دلوقتي. في البداية هنرحب بزميلي محمد أبو خالد. أهلا يا محمد. أهلا بك يا أستاذ. هرحب بالأستاذ المتألق الصحفي المتميز عادل سعيد. أهلا أستاذ عادل. أهلا بك. هرحب بالراجل الصعيدي الجدع عم أحمد الجهيني أو المهندس أحمد الجهيني. أهلا يا باشمهندس. أهلا وسهلا. حاج أحمد منورنا النهارده في البرنامج. في البداية كده عايزين حضرتك تدينا نبذة عن شغلك وعن حياتك في مدينة النبورية وتعرف نفسك أكتر للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جيت إلى مدينة النبورية للبحث عن العمل في سنة 1993، وزي أي إنسان يسعى عن عمله وجد عمل متناسب مع وضعه الشخصي، وكان العمل في محل شبكات ري حديث، استصلاح الزراعة الأراضي الصحراوية. وأنا رجل في هذا الوقت خريج بكالوريوس تجارة، قريب من قواعد التسويق. حاولت أتذكر قواعد التسويق اللي أنا درستها في الجامعة وأطبق قواعد التسويق في شغلي في بيع شبكات الري الحديث. يعني حضرتك اشتغلت بناء عن دراسة وخبرة، بناء عن دراسة وخبرة يعني. تمام. خدت خبرة التصميم شبكات الري وخبرة قدرة التفريغ لقواعد الشبكات من خلال المهندسين اللي أنا اتعاملت معها في مجال عملي. وبفضل الله سبحانه وتعالى في 96 كنت صاحب محل مستقل في سنة 96، 1/1/96 كانت بداية أول نشاط بمساعدات إنسانية. ما كانش كان أحد الزملاء وصديق ساعدني مبلغ مالي، وأنا كملت واستطعت أن أنا أخوض تجربتي، والحمد لله رب العالمين كانت مكللة بالنجاح لفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هو إيمانا منه بالفكرة طبعا وانتمائه لحضرتك وحبه ليك، قرر أن هو يساعد حضرتك ويدعمك بمبلغ يرد بعد فترة بفضل الله سبحانه وتعالى. ودي كانت أولى خطوات تحقيق الحلم بالنسبة لحضرتك بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل. دكتور عادل، خلينا نقول في البداية أن حضرتك من أهل أو من سكان مدينة النبارية. طبعا عارفين أن حضرتك رئيس مجلس إدارة جريدة الصفحة الأولى، فبالتالي حضرتك مهتم بفتح ملفات عامة تمس السادة المواطنين. كلمنا حضرتك عن أهم هذه الملفات أو القضايا. والله خلينا الأول نقول إن كل الملفات في المدينة مهمة جدا. يعني نقول مثلا لو قلنا ملفات المياه، مرورا بالصرف، مرورا بالطرق، كل الملفات في المدينة مهمة جدا يعني. تمام. يعني في ملفات معينة حضرتك يعني عايزين نقول حضرتك تبنيت إنك تسعى في حل مشاكل معينة أو تتبنى ملف معين، يعني أكتر ملف حضرتك شايف ان هو بيمس السادة المواطنين اكتر، يعني له أولوية عند حضرتك. والله خلينا حتى النهاردة يعني اثيرت اليوم مشكلة كبيرة جدا وهي انقطاع المياه.
تمام. طيب يعني انا لما يبقى مواطن ومقيم في مدينه ونصبح مثلا الصبح نلاقي مثلا ان هي مقطوعه، وعندي مثلا على سبيل المثال السيد رئيس الجهاز ما شاء الله يعني كان قبل كده قال ان العمل جاري على قدم وساق في العديد من المشروعات بالمدينه، حيث تم عمل 2 خزان ارض كتوسعات لمحطه مياه الشرب باستثمار كام؟ 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه دول انا عايز افهم يعني ازاي 2 خزان؟ بسال والله السؤال عادي جدا. وبعدين انا النهارده سامحوني يعني اتكلم كمواطن من المدينه مش كرئيس مجلس اداره، طبعا بنشرف بان انا فيها وموجود بين قامات من الادباء والكتاب والمسؤولين الكبار، لكن انا اتكلم كمواطن من اهل المدينه كساكن من اهل المدينه ليا حقوق، ومن برنامجكم حلمي حياتي ان انا اعيش في حياه امنه ومطمئن ومستقر ماشي، بندفع فلوس بناخد خدمات، لكن بالوضع ده ما ينفعش. النهارده برضو بسال والله الجهات المسؤوله والجهات الرقابيه والسياديه في الدوله، بنقول اللي عايزين والله ان نعرف بالظبط ال 40 مليون جنيه دول تمام اتعمل بيهم ايه؟ ايه 2 خزان ب 40 مليون؟ دي عايز نعرف ماشي. والنهارده مثلا لما يقول لي كما انه يجري تنفيذ تاهيل محطه المعالجه القديمه وعمل توسعات مستقبليه للمحطه باستثمارات 180 مليون جنيه. يا جماعه الملايين دي هل في رقابه عليها؟ هل بيتصل فعلا وبيتعمل بقى الخدمات دي؟ احنا من سكان المدينه مفيش الكلام ده خالص. لازم بس نوضح لسادة المشاهدين ان الاوراق اللي مع حضرتك دي بيان ولا مستند رسمي ولا جريده؟ ده دي تصريحات رسميه يعني يا حضرتك لما بيتم اتخاذ قرار كده تمام واقراره حضرتك بيتم نشره في الجريده الرسميه، هي نفس القصه كده. تمام يعني حضرتك بتتكلم عن مستندات رسميه؟ طبعا بنقوله ده دلوقتي احنا بنتكلم، مش هنقول مثلا باقي الارقام اللي في الورقه، انا بقول بس الرقمين دول يا ريت لو الصوره بس او الورقه تيجي تمام. بنقول احنا عايز الرقمين دول 40 مليون بتاع الاثنين خزان دول، ايه 2 خزان ب 40 مليون؟ خامتهم ايه دول؟ وضعهم ايه اصلا؟ واتحطوا امتى؟ مش تشكيك، لا انا بقول يا جماعه ده حفاظا على مؤسسات الدوله وحفاظا على المال العام، حفاظا على المال العام ومسانده منا لمؤسسات الدوله. بنقول ايضا ال 180 مليون جنيه دول يوم ازاي؟ مين اعتمدتهم؟ راحوا فين؟ محتاجين الجهات الرقابيه تفحص الملفات دي وتشوف الكلام ده هل تم على ارض الواقع او لا. عندنا برضو هنا مثلا الجهاز المدينه يستثمر بميزانيه 118 مليون جنيه لرفع الخدمات او لرفع كفاءه الخدمات. عايزين برضو نعرف الكلام ده بيتم ازاي وبيروح فين، وهل برضو في رقابه عليه؟ دي ارقام عاديه جدا، ده بالنسبه للارقام اللي جايه. والملفات طبعا كتير نفتحها بس عشان ما ناخدش وقت. عم احمد اتفضل. عم احمد هرجع لك تاني. اتفضل. انا عايز اعرف ايه المشاكل اللي واجهتك من اول ما بدات، من 26 سنه من يوم ما بدات وفتحت المحل الصغير بالمبلغ المالي اللي انت خدته من الراجل المحترم الصديق، لحد نقول لحد النهارده مثلا، ايه المشاكل اللي واجهتك انت في بداياتك؟ وتنصح ايه الشباب لو عايز يبدا ويبقى نسخه مصغره من احمد الجهين؟ وطبعا مشاكل العمل التجاري معروفه كويس جدا، وهي قضيه الائتمانات، الشيكات وضرب الشيكات وقصص دي طويله، قصص صعبه جدا في الائتمان التجاري كله، وده على المستوى العام كله في الائتمانات، ودي كانت معوقات صعبة جدا في تقدم أي تاجر أو أي مستثمر. بعد تحويل الشيك إلى قواعد أداة وفاء وليس أداة ائتمان، زادت مشاكل وحدت هذه المشاكل إلى أنه التقاضي بيجي صعب جدا فيها، ودي أصبحت عرضة للتآكل في الأموال بطريقة صعبة جدا. الشيء اللي هو يعني يكاد ان انا اركز فيه لانه على وضعي، على اساس ان انا يعني فتره طويله في التجاره، ودي اللي بتقابل كل شيء. الناحيه الثانيه المشاكل اللي هي بدات تدخل على السوق في الوضع العام، مشاكل الخامات. يعني انت عايز تقول ان في مشاكل تجاريه؟ في مشاكل تجاريه ومشاكل فنيه في التجارة. مشاكل الفنيه اللي هي جزء منها مشاكل الخامات. المشاكل الفنيه اللي بيعاني منها المزارع وبيعاني منها المستهلك، وهي ضرب البضاعة.
انا ممكن اقول انه الاستثمارات الضخمه. عايزين نوضح للساده المشاهدين، حضرتك اصلا شغال في مجال ايه بالظبط ومتخصص في ايه؟ شبكات الري عباره عن شبكات الري الحديث، وهي عباره عن مواسير اليو بي في سي وخراطيم البولي ايثيلين والمحابس. صغيرة عنها كده بما انك متخصص فيها وفهمان فيها. هو عباره عن تكوين شبكات ري عشان اروي الارض بطريقه التنقيط او بطريقه الرش. تمام. ودي عملية إنها بتقنن وضع المية، بتقنن وضع التسميد، بتدي جودة عالية للزراعة، بتدي محصول عالي جدا بأقل التكاليف الممكن. بتحافظ على مية النيل، يعني بتحافظ على كمية المية وبتحافظ على كمية السماد، المية المهدرة، وبتدي كمية إنتاج عالي. جميل جدا. ويستطيع الإنسان يتحكم فيها في 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 العمالة، يتحكم في الحشائش والمقاومة، بتقلل التكاليف يعني. بتقلل التكاليف بصورة كبيرة جدا، وده الفرق بين الزراعة في الأراضي السمراء الغمر والأراضي الصحورية الجديدة. الفرق بين الري بالغمر يعني والري بالتنقيط أو الري بالرش اللي هو استفادة عالية. احنا ننصح كل الناس لأنه الاتجاه إلى الزراعة الحديثة عن طرق شبكات الري هي توفير لكميات المية، وده وضع قومي، توفير لوضع السماد، وده بيقلل من التكلفة حتى يدي إنتاج أعلى، يزيد من سعر وضع الانتاج، تقليل تلوث عشان السماد المهدر مش كتير والكلام ده كله. ده كل الاشياء اللي بتعود علينا في الري بالتنقيط والري بالرش. طبعا احنا الان نرجع بقى للمشاكل، نرجع الى قاعده المشاكل. وقاعده المشاكل هي احنا زي ما بنتكلم عن انه القواعد الفنيه، والقواعد الفنيه كثره المصانع الغير المبهمه الغير معروفه. ودي هذه المصانع قامت بضرب المصانع الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في موارد ضريبية وموارد كذا، فواتير وقصص دي كلها. تنتج جودة أقل يعني وسعر أقل. هذه المصانع بتنتج خامات ضعيفة. تمام. وما يديش المزارع حقه. تمام. يشتري البضاعة بأنها بضاعة مصنع الفلاني، فما يقدرش ياخد حقه. وتطلع إن على إن المصنع ده جودته كويسة ومصنع نظيف ومصنع كذا كذا كذا. وانا كمواطن عادي ما اعرفش اخد حقي، ما يعرفش يروح يشتري البضاعه دي مضروب تيكت لبل. تمام. علامه على الخرطوم او علامه على الماسوره، يشتريها يلاقيها بايظه، يلاقي ما تديهوش المده بتاعتها، ما تديهوش قيمه المبلغ اللي دفعوا فيها بانه اشتراها على انها سعر بضاعه جيده من مصنع كذا كذا كذا. دي طبعا انتشار عام في مجالنا. تمام. وده اسباب معاناه المزارع في تكوين شبكات الري. يدخل على المحل بيشتري لفة خرطوم، لفة خرطوم دي المفروض سعرها 10 جنيه يلاقيها ما تستويش 3 جنيه. ترجع له يقول لك والله هي الخامة اللي أنا اشتريتها كده. لا، هو بيبقى فاهمين وفاهمين المصانع اللي بتضرب فيه، لأنه عايز يحقق أكبر ربح بأكبر وقت بأسرع وقت ممكن. وبالتالي دي مشاكلنا في السوق اللي هي مشاكل الغش التجاري المباشر، ومفيش رقابة تفحص هذه المشاكل، ان هي المساس المفروض تفحص من المنابع، من المصانع نفسها. المصانع طبعا كل واحد بيشتغل في المصنع بيطلع مستعجل على رزقه، هو اتعلم ازاي يشغل مكنه وازاي شغلها، يجري على انه يعمل مصنع يشتري مكنه يتقابل بقاعده التسويق، هلاقي نفسه فشل يبدا يضرب عشان يقدر يعيش. بيضرب يغوى التاجر صاحب الضمير الضعيف في شراء البضاعة الضعيفة، ويضطر يبيعها للمزارع على أنها بضاعة جيدة، وتحدث هذه المشكلة. يعني المتضرر الأول من الموضوع ده هو المزارع البسيط، اللي المزارع هو البسيط طبعا تقع اللي هو حلمه أنه هو يزرع ويبني، كل العبء عليه. ده العبء الأساسي عليه، العبء الأساسي عليه، لأنه هو نجاح المزارع، هو نجاح التاجر، هو نجاح المصنع. ده حقيقي، مظبوط، كلامك صح. فشل المزارع، فشل التاجر، فشل المصنع. مظبوط. فشل المزارع ما يقدرش يشتري او يجدد او يشتغل، منظومه خاصه في الخساره دي بترجع، ما يقدرش يسدد للتاجر فلوسه، المصنع ما حدش يشتري منه، وقفت الدايره. طيب لو حد عايز يبقى نسخه من احمد الجهني تنصحه بايه؟ الضمير الحي في التجاره، ويعلم ان رزقه محسوب على الله. حلو. وليس بكثره المال، وليس بعدد الفلوس،
ليس النجاح بان انا اكون مليونير ولا اكسبت كام ولا ركبت عربيه ايه ولا بنيت فيلا ايه ولا هذا نجاح. النجاح ان يكون محبوب بين الناس. النجاح ان يسعي المواطن الى شراء منه الامانه. المزارع يشتري الامانه ولن يشتري البضاعه. صح. عايز الامانه في عمله. ارجع لدكتور عادل، حضرتك بتقول ان في ملفات كتير حضرتك فتحتها. طيب خلينا نبدا مثلا بملف الطرق. كلمنا عن الطرق في مدينه النوبري. والله والطرق ده يا ريت نتناوله مع البيع بالامر المباشر، لكن في عندي دلوقتي نقطه في منتهى الخطوره. دلوقتي عندي المستند ده بيقول ان فيه 4 مليارات جنيه لترفيق امتداد النوبريه الجديده. والله يا جماعه مش كلام، 4 مليارات جنيه لترفيق مدينه نوبريه الجديده. طبعا الاربع مليار دول مستند فين يا دكتور؟ ده طبعا ده منشور كمان، يعني تم ده منشور رسمي تمام على لسان هنا موجود. للاسف الشديد يعني. طيب هنا 4 مليار جنيه ده رقم اهو تمام؟ تمام. عند المستند الثاني ده كارثه برضه، بيقول ايه؟ بيقول واوضح المهندس رئيس الجهاز طبعا انه جار التخطيط لترفيق 4000 فدان دي في المدينه الجديده بقى من اجمالي الارض خلال الخمس سنوات المقبله بتكلفه كام يا جماعه؟ 11 مليار جنيه. 11 مليار دولار تكلفه ايه معلش؟ ترفيق ل 4000 فدان اللي هي المدينه اللي بتنشا جديد. طيب انا دلوقتي بقول يا جماعه المفترض يكون عندنا لجان وهيئات مختصه للكلام ده. نفصل يا جماعه، لان انا لما يبقى عندي تصريح وبقول 4 مليارات وتصريح الاربع مليارات ده ذكرني عشان هرجع له، لان في قضيه خطيره جدا مرتبطه بيه. وده هنا بيقول لي 11 مليار جنيه. ده طبعا انا بناشد السيد النائب المحترم خالد ابو خطيب والسيد النائب المحترم الاستاذ حمدي ابو خشيم برجاء التدخل لوقف اهدار المال العام، برجاء التدخل لوقف اهدار المال العام. ولازم يكون عندنا هيئات مختصه ومستقله، ويا ريت ننزع الملف ده خلاص من المجتمعات العمرانيه تمام؟ لان انا بقول لحضرتك ده تصريح وده تصريح ودي مستندة ورقة موجود، وهم اللي قايلين الكلام ده. والله يا جماعة مش احنا تمام؟ لما يبقى عندي انا 4 مليار و11 مليار يا جماعة، احنا بنتكلموا في رقم يبني مدينة كاملة، بنتكلموا في رقم كبير جدا. على فكرة بقى يعني عشان وانا متذكر ارجع قضية ال 4 مليار ده، كنت قابلت رئيس الجهاز السابق رحمه الله، و اثناء اللقاء لما اتكلمنا في مشكله الصرف الصحي وان في هبوط ارضي حصل في كذا مكان في المدينه وكده، وان احنا عايزين الموضوع محتاج احلال وتجديد، والمدينه محتاجه حلول غير عاديه مش محتاجه مسكنات، لان نجم عن الصرف ده هبوط يعني في كذا مكان في المدينه وكده. المهم قال ان الصرف محتاج 2 مليار جنيه. محتاج كام؟ 2 مليار جنيه. المدينه عندنا يا عم احمد مساحتها كام؟ كيلومتر مربع. كيلومتر مربع، انت تخيل رقم. بعد اسبوع بالظبط فوجئت بتصريح اتكتب تمام ان الموضوع هيتكلف 4 مليار جنيه. طبعا هاجمنا الموضوع وكتبنا عنه، فتقريبا اللي ما تعوضش في المدينه القديمه يتعوض فين؟ يتعوض في المدينه الجديده. وعلى فكره انا مش بتهم حد، احنا اللي بنتكلمه فيه ده مستندات تايب تمام، ويمكن لاي جهه انها تطلع عليها ونقول يا جماعه احنا مش بنتهم حد ولا بنشكك في حد ولا بنشكك حتى في مزايد حد. احنا بنقوله حفاظا على المال العام. حفاظا على ايه؟ المال العام، وحفاظا على مقدرات الدوله ومسانده لمؤسساتها. ده يا جماعه بالنسبه لي انا بلاغ للرقابه الاداريه، بلاغ للنائب العام، بلاغ لكل الجهات المسؤوله، برجاء 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 نزع هذا الملف من تحت يد جهاز مدينه النوبريه والمجتمعات العمرانيه. ويا ريت يا جماعه احنا عندنا هيئات مستقلة للكلام ده. ليه ما تاخدش كمان المدن الجديدة ويكون على رقابة؟ لأن دي كارثة يعني. أنت متخيل رقمين في ورقتين، 4 مليار و11 مليار. طيب كان عندنا كوبري المشاة اللي اتعمل في المدينة ده، واتعمل شوية حوائط خرسانية كده ومبنى. طب دول متكلفين كام؟ ماشي، متكلفين هنا الورق طبعا اللي بيقول كده 14 مليون جنيه. كوبري المشاة، حوائط خرسانية تمام، ومبنى تمام مجمع. أنا والله ما شفتش المبنى، لأن أنا شفت كوبري المشاة، لأن أنا مقيم في المدينة. حضرتك شفت أي مبنى
أقيم. أنا بتكلم وبقول يا جماعة برضو ده الرقابة الإدارية بنشيتها أنها تتدخل وتتدخل فورا وتفحص الملفات دي. الملفات دي الكلام ده كارثة. لما يبقى عندي في مدينة واحدة بس بيحصل الكلام ده وبالأرقام دي، دي يجب على الدولة أن تتدخل فورا، لأن ده معلش يعني أنا مش هقول أنه هدر المال العام، لكن سؤال للجهات المسؤولة والجهات اللي بتتابعنا حاليا بقول لهم ده يقع تحت بند إيه؟ ده إحنا نسميه إيه؟ أنا كمواطن لو تم توفير المبالغ دي ووضعت في مسارها الشرعي ما هتعود على الشباب بالنفع، هتعود في بناء مصانع، هتعود في بناء شركات، أنا وإنت وغيرنا من الشباب هيشتغل وهيعيش حياة كريمة. ماشي تفضل. طيب احنا عايزين نطلع فاصل وهنرجع مع عم احمد الجهيني هنعرف منه المشاكل اللي حصلت له في مدينة النوبارية وازاي بدأت معاه وازاي تطورت وازاي وصلت للحظة اللي احنا فيها دلوقتي. ففاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام اللي منورنا النهاردة في استوديو صحة الجمال. نرجع تاني مع الحاج أحمد باشمهندس أحمد. بنقول لحضرتك بعد ما عرفنا بقى بعد حضرتك ما تكلمت عن المشاكل اللي قابلت حضرتك بالنسبة لمجال شغلك، حابين نتكلم عن المشاكل اللي قابلتك مع جهاز مدينة النوبارية. طبعا جهاز المدينة أنا سعيت عشان أخذ مخزن لتوسع النشاط، فتقدمت في 2005 فأخذت قطعة مخزن عبارة عن 625 متر بالتخصيص، تم تخصيصها النشاط بتاعها شبكات ري حديث مهنتي، وتم دفع المبلغ ثمنها في أوقاته محددة واستخراج رخص البناء، وتم البناء ثم استخرجت رخص التشغيل، ورخص التشغيل لازم يجيب موافقات من التنمية الصناعية ومش يعني جهات معينة والحريق والإطفاء، تم كل هذا واستخرجت رخص التشغيل واشتغل ما فيش أي مشاكل عندي ولا أي اتجاه. أنا يعني الواحد في حالة مش لازم يكون مذاكر كل قوانين الأجهزة أو كل قوانين اللي حواليه، أنا طالما مظبوط أنا عندي شغلي في المسطرة، ما عنديش مخالفات، ما عنديش كذا، ما عنديش تغيير نشاط، مرتاح ضميري ما بسألش في أي اتجاه، ماشي في مسار صحيح يعني مساري صحيح. فوجئت في 2012 قالوا لي ده كان في لجنة حوالين مني بتصور وبتشوف مخالفات، ما عنديش مشكلة ما ليه يجي ما عنديش مشاكل، ومشيت ما عرفت، ما حدش دخل عندي، ما حدش جاء عندي، ما حدش كلمني في حاجة، ما شفتش أي اتجاه. بعد فترة قالوا لي ده عندك قرار سحب جايك من التنمية الصناعية. أخواني إيه السحب؟ سبب السحب ولا في إيه؟ والله قرار سحب جاي ولازم إيه التنمية الصناعية وتنافس التنمية الصناعية. خدت جواب السحب وطلعت على التنمية الصناعية. لو سحب رخصة؟ سحب الأرض والغاء تخصيصها. سحب الأرض، تمام. ورحت التنمية الصناعية اللي انت بخالف النشاط، قلت له يا فندم انا نشاطي انا ما زلت بطاقة الضريبية بيقول لي شبكات راي، سجل التجاري بيقول لي شبكات راي، اوراقي شبكات راي، مخزني ما عنديش مخالفة، ما عنديش اي حاجة، كل الاوراق سليمة، وانا ما عنديش. قال لي لا انت عندك 9 غرف في الطابق العلوي سكن عمال. قلت له يا فندم انا ما عنديش 9 غرف، انا هانجر صاج ومبنى شقة 3 غرف، ولو انا هبني 9 غرف ما انا عندي تصريح المباني 4 ادوار، الشقة دي على 68 متر مصرح لي معاي رخصتها 4 ادوار. انا عملت دوري ما معيش فلوس وما قدرتش اصب، ما معيش فلوس اصب اعمله خرسانات، فانا عملته بالصاج جملون والشيء موجود. انا اطلب سيادتك ده رئيس اداره المشروعات في هذا التوقيت في التنميه الصناعيه، اطلب من سعادتك لجنه على حسابي تكلف كما تريد، يروحوا بصوا يشوفوا الواقع على طبيعته.
فكانت المقابلة صعبة جدا، سيئة جدا. أنا ما تخصصش إنه يعني مش معقول يكون مسؤول. أنا تدخلت الناس طلعوا لجنة أنا ما بيقدموش غير المحكمة. يعني رفض المسؤول ده رفض المشكل لجنة حضرتك يتجاوب من جيبك الخاص يعني من جيب الخاص بتشكيل لجنة من التنمية الصناعية توريني المخالفة دي فين. أنا مبني سليم. أنت جاي أنت بعت لي جواب امبارح أو وصلني أول امبارح ولا امبارح أنا بقول لك تعال وريني المخالفة. أنا ما عنديش أي حاجة. رفض المسؤول رفض تاما في هذا التوقيت وانهارنا وعملنا وكأنه متعنت الموضوع يعني. مستحيل يتقابل رجل أعمال أو رجل حتى بعد حياته أو رجل شغال بهذه المقابلة. أنا ما قلتش يعني الواحد تخيل يعني كنا سارقين المال ولا سارقين الأرض ولا إيه اللي حاطينه وعاملينه يعني. المهم رجعنا إلى هيئة المجتمعات العمرانية قالت والله القرار راجع للتنمية الصناعية ومش بيدنا حاجة. رجعت لجهاز المدينة أخوان قال والله ده عليكم على المحكمة. رفعنا دعوة لإبطال القرار وما زالت تجري في المحاكم إلى وقتنا هذا. يعني طبقا لقرارات السيد رئيس الجمهورية بارك الله فيه في قرارات التصالح وخفض عبء المواطنين على الجاري على المحاكم والبهدلة تحت يد ما غير ناس غير مسؤولة ثم الدخول إلى المحاكم وضياع الوقت وضياع أوقات المحاكم وأوقات الإداريات كلها على مستوى الدولة. القضية دي أنا ما كنتش أتوقع يعني بتاخد إجراءات وقصص بالتسع سنين وعشر سنين. قلت أنتهز فرصتي وأدخل إلى قرار التصالح. دخلت لجهاز المدينة أنا طبقا لقرارات رئيس الجمهورية في التصالحات أنا عايز الصالح. رفض ياخذ مني قرار التصالح قال لي انت ما عندكش مخالفه الصالح عليه. ما انتوا ساحبين مخزني الارض بتاعتي ساحبينها وموقفين حال عشان خاطر ان انا ما عنديش مخالفه. طب كان لازم تقوم من البدايه. طب ايه اللي لازم؟ والله ما نعرفش نعمل لك حاجه. قلت له فانت انت جهه الولايه. انت جهه الولايه على هذا الارض. انا لا استطيع ابيع الارض ولا انقلها الا عن طريقك. فانت جهة الولاية، انت النائب العام بالنسبة لي على الارض. انت تخاطب اللي عايز تخاطبه وتقول له الراجل ده ما عندوش مخالفة، طالما انا ما عنديش مخالفة. يتكفل بالموضوع. رفض رفضا تاما توجهت إلى هيئة المجتمعات العمرانية وقدمت طلب يوم 3/9/2020. خرج طلب من عندهم تقريبا تسلم في الجهاز يوم 15/9/2020 وركن في الأدراج مش عايزين يعرفونا الطلب وصل اطلاقا. قلت لهم الطلب وصل والصادر بتاعه من عندهم رقم تاريخ كذا برقم كذا. لا الطلب موجود في كذا. انا هرجع اعمل شكوى في الرقابه الاداريه على ان انا اعمل التماس انت ترفضوه. خرج الطلب في شهر يوم 15/11 او 20/11 تقريبا مش حافظ التواريخ بالظبط. ودخل لجنة معاينات وخرج من المشروعات لجنة المعاينات والفحص وكل. ما عنديش أي مخالفات تمت المعاينات وتم الإقرار ما عنديش أي مخالفة. طيب يا فندم أنا ما عنديش مخالفات وبعدين قال لي طيب إحنا هنوجه قرارنا للمجتمعات العمرانية. تم القرار في توجيه المجتمعات العمرانية وتحت تمت اللجنة وتوصل اللجنة بإعادة التسعير على السعر الجديد في حالة إعادة التعامل على القطعة. والتنازل عن جميع القضايا ما عنديش مشاكل في التنازل. طيب انتوا انا ما عنديش مخالفات وما عنديش قرار للتصالح معاك ثم انت بتوصي اعاده التعامل بالسعر الجديد ايه سببه؟ اديني جريمه ارتكبتها عشان ادفع عليها ثمن الارض يعاد ثمن المخزن مره اخرى. طبعا ما فيش اضطريت ان انا ارجع الى التواصل الاجتماعي. بعت لرئيس الجهاز في التوقيت في نفس توقيت نزول على التواصل الاجتماعي رحت عمل لجنة من مستشار قانوني ومدير الأمن ومدير الشؤون العقارية والمدير العام للجهاز وقعد هاتوا لي الملف. جه الملف فتح الملف قاعد يتكلم فيه. انا ما عنديش مخالفات فعلا ولكن المخالفات دي شكاوي كيدية راحت إلى التنمية الصناعية وإلى
هيئة الرقابة الإدارية ولم يتم الفحص على أرض الواقع. طب يا فندم إزاي تيجي لجنة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة الرقابة الإدارية ومعها عضو من الجهاز هي اسمها لجنة ثلاثية وراحت المبنى بتاعي وشايفه هانجر صاج ومبنى كذا وازاي تقول عليه 9 غرف وازاي يقول كذا كذا؟ قال لي هي شكوى كيديه و100% اخذت الى مكان اخر وسمي اسمك وسميت رقم قطعتك. لان اللي جاي من التنميه الصناعيه او جاي من الهيئه هو ما معهوش مسلسل، واخد فرد واخد عضو من الجهاز عشان يمليهم ارقام القطع واصحابها. طب يا فندم الحل؟ قال ما عندناش حل. يا فندم انت صاحب الولايه، ابعت بصحه الملف، انا مش عايز غير صحه الملف اللي معاك، ابعت بصحه الملف قرارك الى هيئه المجتمعات العمرانيه. انا متظلم على القرار اللي طلع من تحت سعادتك من اللجنه الفرعيه، وانا ابعت لي هذا القرار من تحت ايدك. قال لي ما اقدرش اخاطب مخلوق الا لما يخاطبوني. رجعت إلى هيئة المجتمعات العمرانية يوم 29/12/2020 وعملت طلب التماس لن يظهر له أثر حتى التاريخ. طيب احنا نقول للسادة المشاهدين، طيب ان لو في حد من السادة المسؤولين شايفنا دلوقتي او بيتفرج علينا له حق الرد، يعني احنا بنعرض المشكلة من الطرف الموجود معانا ولو في حد من المسؤولين له حق الرد. بس دكتور عادل عايزين حضرتك برضو ممكن تفضل بسيط بس في مشكلة الحاج أحمد. تمام. مشكلة الحاج أحمد مش هي أول مشكلة من نوعها في المدينة، الكلام ده قابلني تقريبا من سنة وشهرين أو كده. ماشي. والجهاز حل الموضوع للناس خصوصا في المنافس فوق. وأنا يعني بوجه ما احنا كله في الموضوع الحاج أحمد ياخد حقه، الراجل مش بيطلب حاجة كبيرة ولا حاجة يعني فوق إمكانياتهم، لا ده بإيديهم يعني. وعندي كم سؤال كده بسيط يعني للجهات طبعا المسؤولة والناس اللي هي متابعانا حاليا. بنقول المسؤول أو اللي حرر المخالفة، لو في مخالفة حضرتك عطيته رخصة ليه؟ رخصت له إزاي؟ مش في مخالفة؟ أنت عطيته رخصة ليه؟ طيب 9 غرف يعني معناهم 300-400 متر مباني يعني اقل شيء. تمام تمام. طيب ولو في مخالفه طيب راحت فين؟ المخالفه مش عاديه، المخالفه حضرتك بتقول على هانجر صاج، بتقول 9 غرف، هو التسع غرف دول هيتحطوا على هانجر صاج؟ طيب راحوا فين؟ بالعائل يعني احنا بنناقش حتى السيد رئيس الجهاز المسؤول وممكن يعمل مداخله معنا دلوقتي ويرد يعني. ماشي. طيب لو ما فيش مخالفه ليه قرار السحب؟ طيب حضرتك هنا عندي في بالمستندات، انا مش بتكلم كلام مرسل، معينة التنمية بتقول لا توجد مخالفات تخص تمام تخص القطع موجودة. طيب طالما مفيش مخالفات ليه السحب؟ طيب ومفيش مخالف ليه يشتري قطعة اصلا بتاعته وعليها نشاطه واعماله وبالسعر الجديد؟ انت متخيل؟ ده سؤال اي مسؤول بتابعنا حاليا، هل تقبل ان ده بيحصل؟ طب ده بيتم وفق او تحت اي قرار؟ طيب او تحت اي بند؟ سؤال لكل المسؤولين وسؤال لرئيس الجهاز الحالي، بنقول له دي قطعه بتاعتي انا مثلا محمد محمود اي حد ماشي وتعرض للموقف ده، مش فاهم هو هيروح لمين؟ طيب ويلجا لمين؟ النقطة الثانية، طيب حضرتك بتقول ان هو يتنازل عن الدعاوى، الدعاوى المرفوعة مفيش مشكلة خالص. طيب ليه ياخد بالاسعار المعمول بها حاليا؟ ده اسمه ايه ده؟ انا والله بسالهم يا جماعة، انا مش اتمنى ان حد من المسؤولين يتواصل معانا ويرد طبعا على الكلام المطروح ده. انا مش هقول ان ده ظلم، انا بقول يا جماعة عايزين بس توضيح. طبعا هو من خلال النقاش مع السيد رئيس الجهاز واللجنه اللي كانت موجوده وتاكيده على ان الشكوى كيديه وانه ما فيش مخالفات القطعه، هو شافها او هو ماشي شاف القطعه او يعرفها، وانه انا يخطر ببالي اشياء اخرى. انا بدايه
تقديم مستنداتي للحصول على رخصة الرسومات الهندسية، وجئت بالمهندس وهو ما زال مسؤول لهذا الوقت، وهو الذي حرر ومضى على جميع المخالفات، وأنا كل طلبي من رئاسة من السيد رئيس الجهاز إظهار هذا الملف بالكامل للجهات الرقابية على كامل. أناشد جميع الجهات الرقابية، الرقابة الإدارية بالصور اللي تم تحريرها إذا أي وقت المخالفة، أطالب هيئة التنمية الصناعية بتحرير الصور اللي تم تصويرها بشأن هذه المخالفة، لأنه المهندس قام بتضليل جهات رقابية عشان يخدم صاحب عقار آخر على حسابي. تنبأ رأيي إلى أنه هذا الرجل وهذا المهندس الذي لقب اسمه وأنا موجود في اللجنة وهو يوقع على اللجنة وهو كان ماسك اللجنة الثلاثية خارج باللجنة الثلاثية، أنه يوم ما كنت أقدم المستندات هذا الرجل تكلم معي على أساس أنا رجل ما كنتش أدرك هذه القصة، أنه الرسم الهندسي ده أنا ممكن نعمل رسومات هندسية تقام عمارة بكرة وبعده تبقى وضع تجاري نحولها تجاري وتبقى محلات وكذا وبنسبة معينة مش هغرمك كتير في نسبة كده وبتاع. قلت له يا فندم أنا محتاج الرسم ده على أساس أن أنا عندي مواسير 6 متر وعندي خراطيم وعندي كذا، أنا محتاج على هذا الوضع. طبعا يعني تغير شكله، أنا ما كنتش أحط في ذهني هذا ولا حطيت في إدراكي هذا الحوار إطلاقا، وبتعامل بوضع طبيعة العادي ومشغول بأعمالي مش ما عنديش تركيز لهذا. فوجئت من خلال المستندات الموجودة في الملف في المخالفات اللي تم تحريرها من أجل الوصول لهذه النقطة لنقطة السحب، إنه عمل لي مخالفة بوجود مواسير وفلاتر. هذه المخالفة كانت بتاريخ ما قرأته في الملف بتاريخ 2008 بوجود مواسير وفلاتر وهو في غير الغرض المخصص له. فدخلت على رئيس الجهاز في هذا الوقت المسؤول قلت له يا رئيس انتوا دارسين كليه هندسه، انا دارس كليه تجاره. قال قلت له ما فيش كليه هندسه فيها مواسير والفلاتر دي شبكات ري، مواسير البلاستيك والفلاتر دي شبكات ري ولا فيها ايه؟ قال لي ايه اللي مزعلك؟ قلت له هات الملف في القطعه رقم كذا. جابه قال لي ايه؟ قلت له والله شوف المخالفه دي مين حررها. بص كده علي وضحك. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له حرام عليك لما يبقى مهندس خريج كليه هندسه وعارف انه المواسير والفلاتر مش شبكات ري حديث، وانا مرخص عندك شبكات ري حديث، التخصص بتاع القطعه شبكات ري حديث، بطاقه الضريبيه بيقول لي شبكات ري حديث، سجل التجاري بيقول لي شبكات ري حديث. اقول لك ايه؟ قال لي يا عم ما تقولش هم واتكل على الله، خلاص يا باشا. قال خلاص شكرا والملف قعد. ما زالت هذه المخالفه موجوده ويستند اليها في القضيه انني مخالف النشاط. فانا يعني هذا المهندس بيعمل كده. قال قلت له هذا المهندس يعمل هذا ان هو يتعند لي سحب القطع عشان انا ما هوتوش. فعلا ده هذا القرار، واتوجه لانه هو جميع المناطق اللي جنبي بتعمل محلات تجاريه وعمارات، جميع المناطق اللي حولي مني انا الوحيد مخزن بشكل مخزن ينطبق عليه جميع الوضع الهوري. هل هو ان انا انضبط بقيت مخالف؟ هل الانضباط مخالفة في هذا العصر؟ أنا أناشد السيد رئيس الجمهورية أن يبعث لجنة من رئاسة الجمهورية. أنا مش هقول له هيئة تنمية ولا رقابة ولا الدنيا كلها، لمدينة النوبارية أوريه كيف المسؤولين يخالفوا كل قوانين. يدرك لي هذا المثل، أقول له إحنا بستان من النخل، كل هيئة نقول بنخلة مستقلة أو مجموعة من نخل مستقلة، النمو ونعتني بمنظر كل ده، المنظر الجمال والسوس ما داخل النخل، داخل الهيئات وداخل المصالح الحكوميه. الا ان الواحد النهارده يعتبر كل الناس بتدور على الفلوس كانه هي التي تنجيه من عذاب الاخره. وصلنا ان احنا يعني ما عندناش مشاكل نهد بلد، المسؤولين داخل المؤسسات والله ما عندها مشكله تهد البلد من اجل جيبه، من اجل يحصل على المال. بناشد السيد رئيس الجمهوريه، انا مش انا بتكلم على الهواء مباشر واقول له يا ريس انا مش بتابع حد، انا بقول لك يا ريس ابعت لي لجنه من رئاسه الجمهوريه، تليفوني موجود ومكاني موجود وانا اوريهم كل شيء على الواقع. العشوائيات التي تنشا والله بينشئها جهاز مدينه وانا اوريها له بنفسه، مخالفات البناء اللي هو عايزها وتتستر والصحيح اللي ماشي صح يدي له مخالفه وسحب،
واللي ماشي غلط والله بيدوله عفارم عشان يقبضهم. النهاردة وصلنا إلى مرحلة الفساد بقى زي سوس النخل، النخل سليم وفي لحظة واحدة يقع مرة واحدة من السوس الداخلي. عايزين نقاوم هذا السوس، سوس الفساد، سوس الفساد في الهيئات لا تسقف. نتمنى تدخل طبعا هيئة رئاسة الجمهورية بتناشد بتطهير تتعب رئيس والله كل الفساد، بتطهير الفساد من والله تتعب في كل ما تبذله الحكومية ويحقق كل ما تعمله وواضح كل ما تسعاه، ولكن سوس السوس الفساد في المؤسسات هي التي تطمس كل ما تفعل. ان شاء الله ان نرجع للدكتور عادل. كلمنا دكتور عن مشاكل الصرف الصحي بمدينة النوبارية وتأثيرها على السادة المواطنين. والله اختصر بس مشكلة الصرف الصحي في كلمتين يعني. عندي هنا أنا بقول رئيس جهاز النوبارية الجديدة يتفقد العمل بشبكات الصرف الصحي. يتفقد العمل فين؟ ده البوابة نيوز بشبكات الصرف الصحي. طيب أنا يعني بحب أتكلم بالمستندات مع تحفظه طبعا، احنا مش بنتهم حد باي شيء والله خالص. طيب حضرتك بتتفقد شبكات الصرف الصحي، ايه اللي عملته فيها؟ سؤال بسيط يعني. النقطه الثانيه، هنا عندي برضو خبر تاني، واوضح رئيس الجهاز انه تم الانتهاء تمام من تنفيذ ماشي إلى أن هناك توسعات في عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي، ويتم الانتهاء حاليا من مرمات الغاز وإعادة الشيل الأصل. طبعا إعادة الشيل الأصل ده موضوع كبير، ده هنتكلم فيه شوية يعني. ماشي. دلوقتي عندي برضو في خبر تاني اهو، بالإضافة للتوسعات الجارية في عدد من مشروعات المياه والصرف الصحي. باختصار شديد رسالتي للمهندس رئيس الجهاز، بدأ كفاية صور وعايزين شغل على ارض الواقع يعني. انا الخبر ده صراحه والله مش استفزني انا لوحدي يعني، اكيد استفز كل اهل المدينه، لان الصرف عندنا يا جماعه بحاجه الى احلال وتجديد. رساله مختصره للسيد رئيس الجهاز، الصرف عندنا بحاجه ايه؟ الى احلال وتجديد. ليه مثلا بحاجه الى احلال وتجديد؟ اتكلمنا طبعا في السابق ان مشكله الصرف كبيره جدا في المدينه، وانا جمعان هبوط في اكتر من مكان، وده اختصارا يعني. عندي هنا لو الكاميرا تقرب بس وتجيب لي الرقم ده، رئيس الجهاز 150 مليون جنيه إجمالي الخطة الاستثمارية للنوبارية الجديدة خلال 2021. 150 مليون جنيه. احنا يا جماعة لو شيلنا الصفر ده لوحده وقلنا 15 مليون كفيلة انها تحول النوبارية الجنة. المدينة صغيرة، أي شيء يظهر فيه. المدينة كيلو متر مربع يعني. أنا لما يبقى مدينة النوبارية الجديدة، ودي رسالة للجهات الرقابية، الرقابة الإدارية وكل الجهات الرقابية، بنقول أوقفوا نزيف المال العام، أوقفوا إهدار المال العام مساندة لمؤسسات الدولة، حفاظا على مؤسسات الدولة أيضا، وحفاظا على المال العام. لما يبقى عندي هنا خطة استثمارية لمدينة كيلو متر مربع، وتخيل معايا مدينة كيلو متر مربع، بنقول ان احنا هتصرف 150 مليون جنيه السنة. طيب مدينة العاشر تطلب كام؟ مدينة العاشر بحجمها، مدينة السادس من اكتوبر تطلب كام؟ تطلب مليار. برج العرب تطلب كام؟ السادات تطلب لها 2 مليار بقى. ما انا بتكلم ده ملايين اهو يعني. شوف انا من ساعه ما قعدت انا مش ما بقولش ارقام كده، ما شفتش حاجه اسمها 20 50 الكلام ده كله، ما فيش الف خالص يعني. انا بناشد الجهات المسؤوله وبناشد اعضاء مجلس النواب الافاضل المحترمين بوقف نزيف المال العام، وبناشد مؤسسات الدوله رجاء سحب هذا الملف من يد المجتمعات العمرانيه ومن صلاحيات الجهاز. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور عادل سعيد، وبنشكر مهندس احمد الجهيني، وطبعا احنا مقدرين جدا الحاله والانفعال اللي حضرتك فيه، وبنناشد معاك الجهات المسؤوله، وطبعا اي حد له حق الرد
سواء الأجهزة أو لسه في وقت المفروض الأجهزة الرقابية أو جهاز مدينة النوبارية. تمام. في الختام أنا حابب أشكر باشمهندس أحمد الجهاني، حابب أشكر الأستاذ عادل، وحابب أشكر زميلي أستاذ محمد أبو خالد، وحابب أشكر المشاهدين اللي بقالهم ساعة لتلت أو ساعة لربع معانا، وحابب أشكر كل الناس على البرنامج المتميز اللي هو حلم كل مصري. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.